موجز الأخبار من المحور. أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني. حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية عقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. تفقد الدكتور مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم عددا من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، يرافقه عدد من الوزراء ومحافظ الدقهلية. تأتي جولة رئيس الوزراء ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها للمحافظات لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التي تمت بالمحافظات المختلفة. أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 18 يونيو 2022 في تسليم الدفعة الأخيرة من وحدات المرحلة الأولى بمشروع دار مصر لمنطقة القرنفل بعدد 11 عمارة تضم 264 وحدة سكنية. أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 7 قوافل طبية مجانية لمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأضافت وزارة الصحة في بيانها أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في بعض المناطق بمحافظات الفيوم والوادي الجديد وسوهاج والبحر الأحمر والقليوبية وكفر الشيخ وأسيوط. أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن تعزيز العمل المناخي ومكافحة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الضارة لن يتأتى إلا من خلال الشراكات البناءة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل الدولية والأذرع التنموية لمؤسسات القطاع الخاص بهدف حشد التمويلات المبتكرة لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية حول التمويل المستدام نحو الدورة 27 من مؤتمر المناخ ضمن فعاليات فتح الطريق لمناقشة الاستثمارات اللازمة لتقليل الانبعاثات وتعبئة التمويل اللازم للمناخ والذي ينظمه بنك الاستثمار الأوروبي بالاشتراك مع المعهد الجامعي الأوروبي. يستضيف منتخب انجلترا نظيره ايطاليا على ملعب مورينيو في تمام الساعة 9:15 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 3 لدور المجموعات ببطولة دوري الامم الاوروبية 2022-2023. ويتصدر منتخب ايطاليا جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن المجر الوصيف، فيما يأتي منتخب المانيا في المركز الثالث برصيد 2، ويتزيل منتخب انجلترا الترتيب برصيد 1.